عن عبد الله السعيد والموقف الخاص بالنادي الاهلي وعبد الله السعيد والحجز على ارصده عبد الله السعيد من خلال حكم مركز التسويه هنا في اللجنه الاولمبيه، وبالتالي النادي الاهلي اخذ الحكم وحجز على ارصده عبد الله السعيد. ولكن في تطورات جديده حصلت لهذه المشكله. خلينا نروح للاستاذ شريف العطافي محامي عبد الله السعيد ايضا من فرنسا، وطبعا بعض التطورات ممكن من خلاله نعرفها. استاذ شريف تحياتي لحضرتك. اهلا وسهلا محمد، ازي حضرتك؟ اهلا وسهلا. اخر التطورات في الموقف بتاع عبد الله السعيد مع النادي الاهلي؟ بص حضرتك، والله انت اخر حضرتك اخر حاجه وصلت عندك الحجز اللي حصل من عبد الله اعتقد من النادي الاهلي. الحجز ده اصلا يعني تم من اسبوع وبلغنا بيه، تمام، واتخذنا الاجراءات اللازمه، والنهارده الصبح صباحا الكاس تاني للمره الثالثه اكدت وقف قرار اللي صدر من المركز التسويه والتحكيم الرياضي اللي هو صدر ب 2 مليون دولار. ف دي اخر التطورات. طبعا حضرتك عارف ان القرار المركز التسويه الرياضي المصري ده صدر من ابريل، شهر ابريل 2021، يعني بقى له سنه ونص. عبد الله طبعا لما علم بالقرار ده راح طبعا زي اي رياضي او لاعب كوره قدام الكاس كحق طبيعي دي وفقا للوائح اتحاد الكوره ولوائح الفيفا كمان. اول ما طبعا طلع قرار على طول من الكاس بوقف قرار مركز التسويه ده. قرار وقف ده طبعا حضرتك من اغسطس. اللي هو من وقت فات، وقت طويل جدا، كان وقت انا اتذكر طبعا في الوقت ده. والنادي الاهلي ما نفذش طول الفتره دي. طلع مؤخرا 30/5 حكم تاني من الكاس بيقول انا فعلا مختص وانا هاجر والقرار ده مش نهائي قرار المركز ده وهفصل في الموضوع. طبعا الكلام ده لسبب او لاخر ما عجبش النادي الاهلي، فقرر ان هو ينفذ الحكم اللي موجود او القرار الموجود. فطبعا حضرتك يعني القرار تم تنفيذه بطريقه غير سليمه بالمره، والزملاء في القاهره، انا طبعا شغال من فريق الدفاع، انا متولي الجزئيه بتاعت الاجراءات القانونيه امام الكاس. الزملاء في مصر طبعا هيتعاملوا عن القرارات دي كلها، قرارات التحفظ على امواله، وكمان هيتظلموا ضد قرار الثقه التنفيذيه اللي اخذها على قرار مركز التسويه، لان طبعا هي كانت مخالفه للقانون صراحه يعني. طب عايز خليني اسالك سؤال. خليني اسالك سؤال يا استاذ شريف خاص بالكاس وموقفه مع النادي الاهلي في حاله زي كده. اتفضل. انا بسال موقف الكاس بقى بعد موقف النادي الاهلي. موقف واضح وصريح. موقف واضح وصريح. الحكم اللي هو مركز التسويه، قرار كده مركز التسويه لا يجب تنفيذه، يجب وقفه. والنهارده اضاعت اقتصاد النادي الاهلي بالمضمون ده. فطبعا النادي الاهلي ضرب بعرض الحائط الخطاب ده وراح نفذ قبل كده، وبعد القرار الجديد بتاع النهارده ده واضح ان يعني ما فيش حاجه ممكن تخلي النادي الاهلي ينصاع على قرارات الكاس الا الفيفا، زي ما انت حضرتك عارف طبعا. يعني الفيفا عندها اليات وطرق قانونيه مشروعه من خلال اجهزتها ومن خلال العقوبات اللي ممكن تطبقها على بعض الانديه. ممكن تكون ايه العقوبات مثلا يعني في حاجه زي كده؟ والله العقوبات موجوده. لا، هي العقوبات بتتراوح، يعني العقوبات على حسب جسامه الخطا، او بتتراوح من اول يعني من اول الغرامه حتى الوصول الى ممكن الحرمان من دخول الانتقالات او خصم نقاط او ازاي دخل غرامه، يعني العقوبه بتختلف. والفيفا هي الغرض منها، مش الغرض منها ان احنا عاوزين او الفيفا عاوز حد، غرض منها طلع قرار نحترمه، لان كده ان كل واحد هيمشي بدماغه. ماشي، ما هو النادي الاهلي برضه احترم القرار الخاص بالمحكمه الخاصه بمركز التسويه، فهي دي برضه نقطه. ما هو ده مش قرار نهائي، هو ده قرار نهائي. يعني هو قرار. هو المشكله كمان ان النادي الاهلي بيجنب الكاس خالص. هل يا ترى هل هو جاهز دستوريا حتى وفقا للقانون الرياضي المصري ان احنا نستبعد الكاس من جميع الرياضات بما فيها كره القدم؟ يعني شيء صعب ان هو يتم قبوله. كده الكاس يعني محكمه الكاس اللي بقى لها سنين شغاله ما لهاش اي دور، ملاحظه كره القدم اللي بتقرها الفيفا اللي بتشير للكاس بتقول لطعنا من الكاس ما لهاش اي لازمه.
وهذا كلام يعني جاي بيه قانونا. طيب استاذ شريف، يعني الكاس انت بتقولي ان هو بعت خطاب للنادي الاهلي، وبالتالي هل في مده او مهله معينه للنادي الاهلي للرد بخصوص الموقف الخاص بيه؟ لا، هو حضرتك الكلام ده كان الاسبوع اللي فات، النادي الاهلي رد بالفعل والنهارده الصبح كان قرار الكاس بعد ما النادي الاهلي رد. طبعا انا قلت لك في المكالمه ان الامر التحفظي او السيره التنفيذيه والتحفظ على امال عبد الله ده كان كده من الاسبوع اللي فات. فالكاس ادى الاهلي فرصه خلال الاسبوع اللي فات ده كله ان هو يرد، ورد فعلا وكان قرار كاس النهارده، لان هو مجرد ما بتتقبل الدعوه على الكاس اي قرار طالع من اي جهه تابعه للرياضه في اي دوله القرار ده بيتم وقف قوه القانون. فكونك ان انت رحت يعني نفذت دي مخالفه في حد ذاتها، غير بقى المخالفات الثانيه اللي عبد الله بيطالب بيها امام الكاس. تمام. طيب دي يعني ده الموقف خلاص بالنسبه لعبد الله. طب انتوا في انتظار ايه بقى دلوقتي يا استاذ شريف؟ يعني ايه اللي هيحصل الفتره اللي جايه؟ احنا في انتظار طبعا، ان احنا هنضطر طبعا ان احنا نلجا او نرد امام المحاكم المصريه على الدعاوي اللي رفعها النادي الاهلي، سواء الصيغه التنفيذيه نتطلب منها، ونلغي طبعا جميع الاعلانات بالحجز على ابوانه ده داخليا. اما خارجيا فاحنا شغالين لسه في بننظر الدعوه في موضوع امام الكاس عادي جدا، وكل السبل مفتوحه امامنا علشان خاطر يعني نخلي النادي الاهلي ينفذ قرارات الكاس بس، مش اكثر. تمام. ليس اكثر ولا اقل. تمام. بما لا يخالف القانون وبما يتطابق مع العرف الدولي في الرياضه. تمام. استاذ شريف العطافي انا بشكر حضرتك. كل السبل مفتوحه. انا بشكر حضرتك وطبعا استاذ شريف عطافي المحامي الخاص بعبد الله السعيد، ولكن هو موجود في فرنسا. الموقف الخاص بعبد الله السعيد بهذه القضيه، وايضا موقف الكاس المحكمه الرياضيه الدوليه من ايضا هذه القضيه، وان كان طبعا نادي الاهلي واخد حكم من مركز التسويه هنا في مصر.